علينا وعليكم بالصحة والسلامة. طبعا خلال هذا الشهر الكريم جسم الإنسان كيتعرض بزاف ديال التغيرات، وحنا كاملين كنتغيروا في نمط العيش ديالنا. فمن بين التغيرات اللي كتوقع علينا حنايا، اول حاجه هي ما كتبقاش عندنا ثلاثه الوجبات في اليوم اللي متباعده بواحد الفاصل زمني لا يقل على 4 ساعات. ما كتبقاش عندنا نظام غذائي متوازن ولا نشاط رياضي منتظم. وايضا بالنسبه للناس اللي عندهم الامراض المزمنه كداء السكري وضغط الدم، فما كيبقاوش ياخذوا الادويه ديالهم في الوقت ديالهم المحدد. طبعا كنستهلكوا اكثر من السكريات والدهنيات المشبعه، وايضا كيكون عندنا واحد اضطراب فتره النوم او اضطراب في دورات النوم، لان كنعسو قليل وكنوضو كناكلو كنعسو ونوضو. دونك هذه واحد التغيرات اللي ما كتكونش عندنا في الحياه ديالنا اليوميه، والاشاره ان هذا التغير ديال نمط العيش كيعطينا بعض المشاكل الصحيه من بعد، من الامراض ديال المعده لان كناكلو بزاف كترتب عليها قرحه ديال المعده، جرثومه المعده الى غير ذلك، اضطرابات في النوم، ستريس يوميا، الاعصاب الى غير ذلك. دونك هاد التغيرات هذه كامله كترتب عليها على الصحه ديالنا، وحنا اللي كندمروا نفسيا ومعنويا. فاذا من بين النصائح اللي خصنا نوجهوها خلال هذا الشهر المعظم، اول حاجه هو تقليل كميه الاكل او تقليص عدد الوجبات. بمعنى اخر نحاول ناكلو كميات قليله وما نعطيوش المعده اكثر من التحمل ديالها، او نقلصوا عدد الوجبات. بمعنى فعوض ما نعملوا 3 وجبات في اليوم في بعد المغرب، طبعا نعملوا 2 وجبات العشاء والسحور. ايضا شرب كميه وفيره من المشروبات الغير الساخنه البارده طبعا، وتقليل من استهلاك الأطعمة اللي عندها مؤشر الجليسيمي طالع في حال التمر والمعسلات الرمضانية، ونفضل المأكولات اللي كتحتوي على الألياف في حال الخضر والفواكه. أيضا حاجة أخرى اللي خصنا نركز عليها هو تقليل الخبز والنشويات، ونركز على الشعير والشوفان.